وإلى مرجعيون بجنوب لبنان تنضم إلينا مراسلتنا دارين الحلوة. دارين، كيف هي الأجواء اليوم وهل من تغير في المشهد حتى الساعة؟ نهارا لا يمكن الحديث عن تبدل في المشهد. القصف المدفعي الإسرائيلي مستمر، الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف بين حين وآخر منازل في عدد من القرى، وهو أمر بتنا نعتاد عليه بشكل شبه يومي. اليوم كان هناك استهداف لمنزل مهجور على أطراف بلدة الأخيام الواقعة في القطاع الشرقي على الحدود الجنوبية، واقتصرت الأضرار على الماديات. لكن الاستثناء الذي يمكن الحديث عنه الاستهداف لأحد المنازل في بلدة حمين. حمين تقع في العمق اللبناني، هي أكثر نقطة داخل العمق اللبناني استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد يعني بالبعد الجغرافي أكثر النقاط بعدا جغرافيا في الاستهدافات التي سجلت في هذه أو في فترة التصعيد هذه المستمرة منذ أكثر من شهرين. المنزل يقال إنه يتردد عليه أحد مسؤولي حزب الله بين حين وآخر، ولكن طبعا لم تسجل أي يعني إصابات في صفوف عناصر حزب الله أو في صفوف المدنيين، ولذلك لا يمكن الحديث عن أن هذا الاستهداف قد يكون هدفا أخطأت إسرائيل في استهدافه، أم أنه استعراض لقوة إسرائيل الاستخباراتية، لأنه يشكل خرقا لقواعد الاشتباك القائمة. بالعودة إلى الاشتباكات المسجلة، هناك قصف مدفعي يطال البلدات بشكل مستمر طيلة الوقت، وأيضا هذا الأمر يأتي بالتزامن مع عمليات يقوم بها حزب الله. قبل قليل كان هناك استهداف لتجمع لجنود إسرائيليين في موقع بركة ريشة حنيتة، وأيضا هناك دشمة كان يجلس خلفها أو يتخفى خلفها جنود إسرائيليون في موقع بركة ريشة، أيضا تم استهدافها بصواريخ من قبل حزب الله. وتقول بيانات حزب الله إنها أوقعت إصابات مباشرة ودقيقة في هذا الاستهداف. أيضا قبل قليل كان هناك إطلاق لصاروخ مضاد للدروع من الداخل الأراضي اللبنانية بانتظار أن يتبين الهدف الذي استهدفته أو استهدفه هذا الصاروخ. شكرا جزيلا لك على المتابعة دائما من مرجعيون جنوب لبنان دارين الحلوة، شكرا لك.